لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الزبار تسيطر على الشوط الرئيسي من خلال المركزين الاول والثاني، ولكن سجلوه مع الشحانية بدون اي اوامر بدون اي تعليمات. انتاج ام الزبار يسيطر على المركز الاول، ولكن يا المحنك هجن الشحانية قادمة، الخطر قادم. يا سلام، هل يسعف الحظ الشحانية ام يكن لوقار وقار 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 والشحانية في المركز الاول؟ هجن ام الزبار وهجن الشحانية، ولكن الشحانية تقتنص، انتاج ام الزبار يقتنص شوطنا الرئيسي. سلام يا الشحانية، سلام سلام يا المحنك، سلام، تهانينا والناموس لهجن انتاج ام الزبار وللمحنك حمد بن علي بن سلامة. لهذا البطل بدون اي اوامر، ولا يحب الزحمة ولا يحب الاوامر، عصاته ببطانه راق دوامنا يا ابو محمد، ما يبغي له اي تعليمات، ما يبغي له اي اوامر. هذا هو كاسر بالشعار الادعم ويقول بن عقيل هذا هو جديدي يا ابو سعد، هذا هو جديدي في هذا المساء، المساء الرئيسي يحقق بن عقيل مع الشعار الادعم عادته، برنس المضمرين يعرف كيف يتعامل دائما وابدا مع الاشواط الرئيسية. سلام للادعم، سلام سلام برنس المضمرين على فوز وانتزاع وتحقيق كاسر والعصاب الابطان. باختطاف الناموس بداية تعليمات مع تحديات البداية مع برنس المضمرين. جار الله جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا حملة على البداية على المقدمة، نجحت في هذه الحمة، نجحت في هذه المهمة مع تحديات البداية مع تحديات المقدمة، لتقول بلغة الكبار أنا الكبيرة في هذا المسار، أنا صاحب الكلمة، أنا عنوان هذا الشوط. مع تحديات البداية مع الحملة الحملة، شوف العصا مربوطة راك دوامنا، ما حركوها لله لله، مغروسة ببطانها. جار الله جار الله بن محمد بن عقيل، أنت النجم في هذا المساء مع تقديم لنا الكاسر وتقديم لنا الحملة في الشوط الأول للقعدان وفي الشوط الذي يليه مع الحملة. على الشحانية، الله يعينكم على الشحانية. الله أثمد، درب لأثمد، درب لأثمد، ما شاء الله. أثمد 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 انطلق في هذه اللحظات بمتابعة من؟ برنس المضمرين. كيف يتعامل هذا المضمر يا أخواني؟ يا لأعصابك يا جار الله، انتزع باللحظات الأخيرة بكل ثقة بكل ثقة بكل ثقة. أثمد 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 لهجن الشحانية بمتابعة برنس المضمرين. جار الله بن عقيل المري انتزع هذا الشوط باللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس. والنقطة الثالثة مع هذا المضمر هناك أوزان، تهاني غتة تهاني غتة، الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. الله يا تهاني تهاني غتة 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 في هذه اللحظات، السوبر هاتريك في طريقه إلى هجن الشحانية، ولكن هناك تهاني 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 غتة تهاني وغتة وأوزان أوزان أوزان وغتة وتهاني والأمتار الأخيرة. يا سلام يا ترى الناموس وين؟ الناموس وين؟ تهاني تهاني تحمل الرقم واحد، ولكن الله السوبر هاتريك السوبر هاتريك مع هجن الشحانية ومع البرنس البرنس. والنقطة الرابعة في هذه اللحظات نشاهد هنا أيضا
يا بن عقيل، ماذا دهاك ماذا دهاك في هذا المساء؟ خمسة نقاط. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، بسم الله عليك وحواليك، ما شاء الله وتبارك الله، الله 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 الله، يا برنس يا برنس يا برنس يا برنس المضمرين، هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. راح بن عقيل، راح بن عقيل، واهدى إلى الشحانية وجماهيرها. النقطة الخامسة والعصاف الإبطان، سلام يا بن عقيل. تميز بعرض يفقد العاقل الصواب، اذا قبلت كانه يصوت لا الداعي، تفز وتروع لاحترق فوق هالركاب، ومن صوت لالي تجفل وترتاعي، اذا حركت تبعد وتصعب على الطلاب، تشك مواطيها ما هي تلمس القاعي، لكن وصلت هجن الشحنيه في هذه اللحظات الغاريه، وهنا هجن الشحنيه بمتابعه بن عقيل، يهو من وصول يهو من انطلاق. الله يا سلام في الامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة، سلام وتحية. والنقطة السادسة هنا مع من تحمل، رقم ستة هنا مع الغارية، هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. سلام لكن البداية المقدمة مع هايب هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير، أو هنالك الانطلاق والمثير من قبل سعد بن سالم الهول النعيمي، من يقدم لنا الريل الريل الريل، الله التحريق المميز، هجن الشحانية، هجن أم الزبار، هجن أم الزبار، هجن الشحانية، ملتقى العمالقة، ملتقى الكبار، بن عقيل النعيمي النعيمي، الله هجن أم الزبار. النقطة الثانية في هذه التحديات، هذا الريل صاحب الإنجازات في الموسم الماضي، صاحب السيارات، يتحدث في هذا الشوط ويقول أنا على الموعد قادم، أنا على الموعد آتي. هنا في هذه اللحظات ونتابع هذا الانطلاق والاندفاع، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا هجن الشحانية، ما شاء الله يا البرنس يا البرنس يا البرنس يا البرنس، 10/10 يا البرنس، يقدم لنا كل جديد بدون أي تعليمات على ولها، وما شاء الله تبارك الله، دفع تلقائي، دفع ذاتي، اندفاع مسائي، سباعية مسائية، يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا هجن الشحانية، سلام والتحية والاحترام لهذا الشعار، نار على علم، وتهنية خاصة للمضمر جار الله بن عقيل المري، من يقدم لنا 7 نقاط مسائية بنفس الشعار، تهانينا. والناموس المركز الثاني منجم لهجن أم الزبار. ثار بالنجم ثار، ونار بارود نار، نار 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 نار، يا بالنجم ماذا تفعل، يا بالنجم ماذا تفعل، بارود على المركز الأول، بارود، ثار للانتصارات، ثار للانتصارات، وبالنجم أعلن النيران، أعلن النيران، أطلق النار، أطلق النار، ولكن الأدعم يصل مع معيد، معيد وشبل المضمرين، ولكن سلام، سلام يا بارود، سلام، سلام يا هجن أم الزبار، وسلام يا بالنجم، سلام على هذا الانتصار. بن نجم وبن سلام، بن سلام، سلام يا المحنك، سلام، 300 متر الأخيرة هنا، الله يا ترجمة هجن أم الزبار بقيادة عبد الله بن علي بن سلام، الأمتار
الأخيرة روحت كان الغزال الشارد تأخذ من الظبي الفريد وصوفه. الله يا هذه الانطلاقة المركز الثاني وصلت هنا همة هجن أم الزبار وسعد بن سلام النعيمي، لكن هنا ترجمة وهنا المنطلقة وهنا الواصلة. الأمتار الأخيرة همة تخطف هذا الشوط في الأمتار الأخيرة. سلام وتحية لمن قاد لنا همة المملوكة لإجن إنتاج أم الزبار سعد. بالانطلاق والعبور مع البداية مع المقدمة هجن أم الزبار مع تحديات البداية. المرعب المرعب كما أنت مرعب يا الشهواني الله يا الصحاب راصد غادم ليستعيد أموره المسلوبة باللحظات النهائية. لكن الصحاب راصد هجن أم الزبار اللحظات الحاسمة. الصحاب هو عنوان هذا الشوط، هو الاسم الكبير المرعب يقدم لنا شعار هجن أم الزبار تنجح في هذا الانطلاق الجميل ليكون الصحاب هناك بناموس هذا الشوط. هو صاحب الكلمة ولكن العودة إلى جولات ولكن تحذير الأربعمية متر الأخيرة وتحذير لجميع المشاركين أن البرنس قادم لتحقيق النقطة الثامنة. يا سلام يا البرنس أبو محمد مع هجن الشحانية يقدم لنا كل جديد 10 على 10. يا البرنس جار الله بن عقيل المري سلام وتحية واحترام بهذا الأداء. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء والمستوى والأداء المتميز مع هجن الشحانية. والأمتار الأخيرة الله يا سلام ولكن عند الأمتار الأخيرة القرار مدلل راح بن سرير اي عرض هذا يا بن سرير؟ اي مساء هذا يا الوحشة؟ مبارك بن محمد بن سرير المري الوحشة مدلل ام الزبار وانتاج مختبر درب. هذا الانتاج الكبير الفريد من نوعه. سلام يا مدلل سلام، ابا لا يترك الرقم واحد، ابا لا يترك هذا الرقم المسجل عليه. سلام يا بن سرير سلام، تهاني الله تبارك الله. يا الذهبي يقدم لنا في هذه اللحظات مزنة منطلقة ومندفعة هنا لهجن الشحانية. والذهبي سالم بن فران المري من يتابع مزنة في هذا الشوط بدون أي تعليمات تذكر عليها ما شاء الله تبارك الله. نتمنى لمزنة التوفيق، نشاهدها في هذه اللحظات ونتابعها بهذا الاندفاع وبهذا الفوز المستحق. نتابع مزنة، ها هي احد نجمات الشحانية ما شاء الله تبارك الله. يا الذهبي هذه تقدم لنا في هذا الاداء المتميز بدون اي تعليمات، عصاها راقدة هوامنا في بطانها. تهانينا ومشكور يا سالم يا بن فران، تهانينا على هذا الفوز، فوز هجن الشحانية ومع مزنة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. وصلت هنا لقى هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني هنا الثنائي الكبير. لكن
وطن سلام، لأبحاث سلام. هنا هجن تاجم الزبار وبقيادة البطل عبد الله بن علي بن سلام. سلام يا المحنك سلام على هذا العرض الكبير وعلى هذا العطاء اللامحدود. قدمت الأداء الكبير في هذا المحل الثالث في الفترة الصباحية، يحصد العديد من النقاط، وأيضا هنا في الفترة المسائية مع سن اللقاية. سلام واحترام هنا لأبحاث من حققت هذا الفوز والانتصار لهجن إنتاج أم الزبار وبقيادة هذا البطل عبد الله. يوها يوه 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 الله 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 ياهوت ياهوت ياهوت. شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع هذا الشعار الكبير، ولكن منو منو وهوت منو وهوت هوت ومنو منو 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 يا منوة اللي تمنى يا غناة الفقير منو منو وهوت هوت وولا منو لا 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 لا. ما هذا الإبداع يا بن صرير، أصر بن صرير على انتزاع هذا الناموس. سلام يا هجن أم الزبار سلام. جار الله بن محمد بن عقيل الله يا هذا الوصول، لكن أرى التسلل في هذه اللحظات. من تسللت في هذه اللحظات؟ من تقدمت؟ الله يا سلام يا هي من معركة يا هو من تسلل. من تسللت ووصلت هناك مع أول المراكز؟ هناك طواري هجن الشحنية جابر بن سالم، طواري غرامة شرعت بابي المقفول وساقت ذعاذيع الغلا بيني وبينه. الله يا سلام على انطلاقة المتألة. هناك طواري من تنطلق مع أول المراكز العائدة ملكية لجن الشحنية بقيادة بن فاران. سلام وتحية واحترام لمن قدم لنا طواري. هنا هجن الشحنية تحقق شوط الختام. دارنا اللي مع النجمات تهتم.